على وقع انتصارات البيضاء يتقدم الجيش الوطني في محافظة صعدة، حيث تمكنت قوات الجيش من تحرير مواقع جديدة في مناطق البقع بصعدة. وأكدت مصادر عسكرية تحرير مناطق العواضي ومفرق الجوف وسوق البقع. السيطرة على كافة المناطق المطلة أو الاتباب المطلة على سوق البقع من جهة صعدة. المصادر العسكرية قالت إن ألوية الوحدة و103 وفتحة استطاعت السيطرة على أجزاء من جبال العليب والمثلث المتجه إلى الجوف، بالإضافة إلى العديد من التباب المطلة على مدينة صعدة. وأشارت المصادر إلى ضبط الجيش العديد من صواريخ موجهة ومضادة للدروع كانت بحوزة الميليشيا. تتزامن تلك الانتصارات العسكرية في جبهة البقع بصعدة مع التقدم المستمر للجيش الوطني في البيضاء، حيث يقود الجيش الوطني عمليات تحرير لمديرية ناطع والمناطق المحيطة بها. ووفق مصادر عسكرية فإن قوات الجيش والمقاومة اتجهت نحو مديرية الملاحم بهدف تحرير موقع فضحة الاستراتيجي. كان الجيش قد أحكم السيطرة على جبل مركوزة الذي يربط بين مديريتي ناطع والنعمان، ويمثل سقوط الجبل خسارة كبيرة لميليشيا الحوثي كونه كان من أهم خطوط الإمدادات العسكرية لها. تأمين سوق البقع في صعدة وتحرير جبل مركوزة في البيضاء خسارة كبيرة لميليشيا الحوثي، فالبقع تقع على ما يعرف بالخط الدولي الرابط بين البقع وصعدة ومثلث الجوف، بينما يمثل جبل مركوزة مفتاحا مهما لتحرير الكثير من مديريات البيضاء.